اهلا بحضراتكم. عندي اسئله كتير جدا في المواريث والوصيه، بس معايا اتصالين عشان ما اعطلش الناس، وبعد كده اعرض الاسئله على فضيلتك. يعني اهلا بيكي يا استاذه فاطمه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. انا هقول سؤالي بسرعه عشان ما اعطلكش. تحت امرك. دلوقتي والدتي سابت شقه صغيره. ايوه. المفروض انا الوريثه الوحيد ليها، انا واختي، وكان ليها اخت اتوفت بعديها ب 8 ايام. بعد امي. والشقه دي انا قاعده فيها انا والبنتين، انا ماليش زوج يعني. قاعده بربي فيها البنتين. وما اقدرش اسيبها، يعني المفروض هي دي الورث. يعني اختي كمان قاعده في شقه المفروض واخداها ايجار جديد، ما عندهاش برضه يعني شقه. وانا دلوقتي احنا ما عملناش اعلان وراثه، وخالتي اللي اتوفت ديت بعد ماما. اتوفت بعديها ب 8 ايام، وما جاتش سيره خالص لا ورث ولا كلام من ده من كتر الاحزان. ليها اولاد. ليها اولاد الخاله دي؟ الخاله ليها اولاد؟ هي ليها ولد متوفي وليها ولد عايش وبنت عايش. تحب تسالي حاجه؟ متوفي قبلها؟ عايز اعرف متوفى قبلها ولا بعدها؟ ما هو الموضوع متوفي قبليها. متوفي قبليها بفتره، يعني هي دلوقتي عندها ولد وبنت المفروض بعد وفاه ماما. ولد وبنت، تمام. دلوقتي انا مش يعني مش في قدرتي ان انا اديهم، حتى لو في ليهم حق في الورث انا مش في قدرتي وخالص، لان يا دوبك عايزه. هي شقه ايجار ولا ملك هي؟ ايه؟ ملك. ملك، تمام. تحب تسالي حاجه ثانيه؟ واضح كده كله؟ انا بس مش في قدرتي اديهم دلوقتي، هل لو اتاجل الكلام ده ان انت تعوضيهم يعني بانصبتهم في الشقه؟ مفيش حاجه ثانيه غير الشقه؟ لا مفيش حاجه تملكها كانت مامتي غير الشقه، وبعدين الشقه دي تقريبا يعني كانت اقساط، وانا برضو اللي دافعه معظمها بس باسم ماما. واضح كده برضو، تمام. ماشي يا استاذه فاطمه، حاضر. انا تحت امرك. استاذ محمد، السلام عليكم. ام احمد مش كده؟ محمد. ام محمد، اهلا بيك يا ام محمد. لما اقصد هي مش ميراث استاذ محمد، بس هو سؤال عن مال. براحتك اتفضلي. هي اختي كانت متجوزه راجل جبرها 15 سنه من عمرها، متجوزه عندها 16 سنه، هي لسه ما تعرفش حاجه يعني. وبعدين هو الزوج ما كانش فيه مال ولا اي حاجه، هي وقفت جنبه 20 سنه جواز دلوقتي، معاها بقى كبير عنده 17 سنه واللي وراه 15 سنه. فالزوج كان دايما بعملها معامله وحشه، وعيشه كانت يعني هي عيشه صعبه، بس هي اتحملت على اساس ان الزوج ده كان بيصرف وكان باكل وكان بيشرب وكان بيعمل كل حاجه، لدرجه ان هو كان بيشتري اي قطعه ارض اي حاجه بيكتبها باسمها. فقالت خلاص انا بكره يكبر وهيبقى كويس والايام مش زي بعضها، بكره سني خليه انسان كويس. فعاشت معاه، اتحملت اللي ما يتحملوش بشر. ففوجئت في يوم وليله بقول انا عايز، هي الارض ديت باسمها بقالها 10 سنين. بقالها 10 سنين وهي عايشه متحمله مرار وقال. لا، فوجئت بايه؟ فوجئت بايه؟ فوجئت ان هو عايز يتجوز. عايز يتجوز. وبقول لها انت تنقلي كل اللي انا كتبته باسمك باسم انا. ترجعي لي اللي انا جبته لك باسم انا. قالت له لا، ده مال ولادي، انا والمال والاولاد عايشين معاك. يا انا والاولاد والمال معاك، يا انا والاولاد والمال بره. هو بقى قال لك لا، هي كده بقى كلتني وده مش، وفعلا دخل على بيتها واللي هي بنياه طوبه وعلى كل حاجه هي عملتها بزوجه ثانيه في اسبوع، خلال اسبوعين بس هو متهور في كل افعاله. فانا عايز اعرف، هل اختي كده خدت المال ده مش من حقها؟ هي مش من حقها انها تحتفظ بالمال بتاع عيالها؟ هو اللي كتبه بارادته، هي ما غصبتش عليه. ايوه، انت جاوبتي سؤال كنت هساله، هو كتبه بارادته في وقت سابق وخلاص. من زمان، من 10 سنين. سجله كل حاجه بارادته وكل حاجه، مش مفيش اي مشاكل. بس هو دايما كان على خلاف ماله الخاص. دائم. من ماله من مالي الخاص ولا كان في، ولا تقصد ايه حضرتك؟ يعني هل لها نصيب فيه ونصيبه؟ كان ليه كان ليها نصيب فيه ولا هو ده ماله الخاص؟ ماله هو؟ هو ماله وهو اللي شاغل وهو اللي جايبه كل حاجه. ماشي، حاضر. هي لما الزوجه يعني تصبر 20 سنه على الزوج وهو يجي في يوم وليله كنت عايز تسيبها. حاضر. نازل عن كل، وكان عايز يسيبها ولا عايز يتجوز عليها؟ تفرق برضه. اتجوز بالفعل، هو اتجوز او عايز يسيبها يعني؟ وعايز يسيبها وعايز يتجوز، بس بقول لها تنزلي. حاضر. هل المال ده من حقها انها تحافظ عليه؟ حاضر. من ولدين ولا 16 ولا 15؟ ماشي يا ام محمد، شكرا جزيلا، كتر خيرك. انا الحقيقه الاسئله تقيله يا جماعه، عايز اخد اجاوب الاول. طب الحاجه صبريه. ايوه يا فندم. اهلا بيك يا حاجه، اهلا بيك. الله يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت، انا عايزه، انا متزوجه وما انجبتش اولاد. وبعدين عندي اب وام، ماليش اخوات من الاب واخوات من الام. فانا عايزه اعرف، ممكن ميراثي انا لو اموت يعني يبقى لمين؟ وبعدين لو عايزه عندي وصيه
اوصل مين بس. طيب يعني انا فهمت ان حضرتك متزوجه وما انجبتيش وفي اب وام ومالكيش اخوات وعايزه بتقولي لو توصل مين صح كده؟ يعني انا لو في تارك يعني بعد عمر طويل في زوج. أيوة. يبقى في عندنا زوج واب وام. زوج واب وام واخوات من اب واخوات من ام. اخوات من اب ومليش اشقاء. واخوات من ام. تمام حاضر. شكرا. اشكرك يا فندم تحت امرك. بس برضو انت ليه شغله بالك بالتركه دلوقتي؟ خلينا في الحياه ربنا يديك العمر الطويل يعني. طيب نمشي بالترتيب. مدام فاطمه بتقول والدتها سابت شقه صغيره زي ما قالت معانا كده بالتفصيل. هي الوريثه الوحيده هي واختها تقريبا. وهي واختها وخالتها اللي هي توفيت بعد والدتها بايام. تمام. هي واختها لهما الثلثان. التلتين. يقدروا بقى الشقه دي بكام؟ هي شقه واحده فقط. وخالتهم؟ ما هي بقى هنقول يقدروا الشقه بكام؟ المال ده هنقسمه تلتين والتلت. كويس. فالتلتين ده هيكون من نصيبهم هم. التلت ده هيساوي كام؟ يعطوه لاولادها، لاولاد خالتهم. اولاد خالتهم اللي هم اللي باقيين دلوقتي ولد وبنت. لان ده نصيب الخاله بس هيوزع على مين؟ على اولادها. ايوه. لانها ماتت بعديها. ايوه. يوزع على اولادها اللي زكى مصلحه الانثيين او زوجها يعني الموجودين يعني. وفي وصيه واجبه هنا لاولاد ابنها المتوفى دول، دي عرضا كده بنقولها. دي مساله ثانيه بقى. مساله ثانيه. نصيب الخاله ده هنقوم نوزع نصيب الخاله على الورثه بتاعتها. الولد والبنت واولاد الابن المتوفى. اولاد الابن هياخدوا الثلث او نصيب والدهم كما لو كان على قيد الحياه ايهما اقل، والباقي التركه مستقله هتوزع على الاولاد. بس هل يا ترى الخاله لها زوج موجود ولا مش موجود؟ عموما مش موضوعنا دلوقتي. ان كان الزوج موجود حبيت اقولها بزياده يعني. هياخد نصيبه والباقي للاولاد اللي زكى مصلحه الانثيين. الزوج مش موجود يبقى هنطلع الوصيه والباقي اللي زكى مصلحه الانثيين. تاني لكن نقول هي واختها ليهم التلتين. دول التلتين دول في الشقه خالص. وخالتهم التلت. اما الاخرين لو تنازلوا لهم خلاص. نروح بقى لسؤالها الاصلي. وبعدين ايوه سؤالها الاصلي. هي بتقول مش مقدرتي ان انا ادفع لهم انصبتهم من الشقه وانا عايشه فيها. ان كان ذو قصد فنظرة الى ميسره. يبقى يقول لهم انتوا لكم عندنا 1000 جنيه. لكم عندنا مبلغ وقدر. المبلغ ده مش يعني بيتمنوا الشقه في التوقيت ده. وبعدين هي بيجنب التلت اللي هي بتاعها اصلا. هيبقى تلتين، واحد تلت لاختها وتلت لخالتها. لا هما البنتين هياخدوا التلتين. البنتين اللي هي الحاجه السائله واختها. ايوه يا فندم ما هي هتشيل تلت بتاعها هي مش هتدفعه. انا بتكلم على اللي باقي لها. تلت يعني. اختها. يبقى تلت اختها وتلت خالتها. اللي باقيين دول هي دول اللي المفروض تدفع فلوسهم. ايوه. عشان تقعد في الشقه بيها خالصه. يعني اختها كمان مفصوله عنها. احنا كنا وزعنا ان الاختين مع بعضهم والخاله لوحدهم. لو اختها راضيه وقاعده معاها ماشي الحال. خلاص. مش راضيه يبقى انت بقى اللي عليها حين مقدره بقى. بتقول لهم حين لما انا هسدد بالاقساط كل شهر كذا او كل سنه كذا او هسب عمل جمعيه واجيب لكم يعني حسب ما يتم الاتفاق بينهما في سداد يعتبر دين وبنتفق فيه كيف نسدده. لو ما اتفقوش خالص لا قدر الله يتمنوا الشقه او يبيعوها وكل واحد ياخد بقى بفلوسه نصيبه وكل واحد ينطلق لحاله. ده لا قدر الله يعني. ان شاء الله. قلنا كده كل حاجه يا دام فاطمه. ام محمد زي ما حضرتك سمعت معانا قصه كفاح 20 سنه مع زوجها هي اختها يعني. نعم. وجوزها سنة صغيرة وعندها أبناء 17 و15 معاملته وحشة جدا. كل ده كوم نتكلم في حقوق. هو ادالها كتب لها حاجة كل ما يمتلك غالبا يعني كان كتابة وبإرادته ومن فلوسه وكل حاجة. جه اتجوز تاني عايز بقى ياخد الكلام ده. احنا يعني بنقول ان الزوج لابد يكون عنده وفاء للزوجة وعنده انه يعني زوجته فلا بد ان يكون تعبت معاه يقدر هذا التعب. ما يجيش في النهايه لما ربنا يكرمه بقرشين يقوم ينسف كل ما مضى. الوفاء ده شيء مهم. ده كان المفروض حتى يعوضها عن حاجه. الوفاء في حياتها وبعد مماتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما ده كان يرسل لاصحاب السيده خديجه بعد مماتها. مش يعني ايه؟ فاحنا بنعاني من عدم الوفاء الان. فبنقول له يعني يكون عنده وفاء ويكون عنده احسان ويكون عنده محبة. لكن طلبه ده ليها مش شرعي ولا للزوجة. مش شرعي يعني هو كتب بإرادته واختياره والرجل في حياته له أن يهب وله أن يوصي وله أن يبيع وله أن يشتري كيفما شاء في حياته. كتب للزوجة في حياته بإرادته واختياره لها ولأولادها يبقى يبقي الأمر على ما هو عليه وبعد ذلك بقى اللي ربنا يكرمه بيه يبقى ده التركة بعد وفاته بعد عمر طويل يوزع بقى للزوجتين وللأولاد. تمام. بعتوا لنا يا جماعه برضو رسائل على 9 22 30 مسبوقه بنجمه وطبعا الهواء مفتوح لحضراتكم والصفحه
تحت امركم كمان، صفحه المسلمون يتساءلون على الفيسبوك. طيب تاني بنقول من حقها ان هي ما تتنازلش، يعني مهما طلب منها، مهما عنفها، مهما قال لها، ما دام كتب بارادته واختياره وليس مكرها ولا مجبرا وكتب على ان دية هبه منه او عطيه منه لزوجته او لها ولاولادها، خلاص هو الاب له ان يرجع في الهبه للاولاد. لو اب وهب لاولاده ويريد ان يرجع في الهبه، له ان يرجع في الهبه دي بالنسبه للاولاد. فهو بالنسبه لزوجته لا، احنا بنقول له وفاء منك لهذه الزوجه التي تحملت وصبرت وعانت، دع هذا الامر. من كام يوم كان جالي سؤال بقى ايه، احنا خلاص كده خلصنا حضرتك استاذتي ام محمد، في واحده ثانيه كانت البنت بتكلمني ابوها هيتجوز تاني، بس هو كان عامل توكيل لوالدتها، فاستغلت التوكيل بقى في انها ايه تاخد الحاجات عشان ما يقدرش. ده بقى اللي كان حرام، احنا قلنا كده فعلا. لا التوكيل تمام. الحاجه صبريه متجوزه، يعني زي ما حضرتك سمعت معانا، ما لهاش حد، هي متجوزه غير زوج وما انجبتش، وما لهاش حد بعد عمر طويل الا اذا كان هيبقى الزوج، ما حدش يعرف مين اللي هيقعد مين قبل التاني، انما يعني على كلامها هي زوج واب وام واخوه من اب واخوه من ام، ما فيش اخوات شقائق. هو دي نقطة مهمة اللي حضرتك أشرت عليها، وهو لا ميراث في حياة المورث. لا ميراث في حياة المورث، لأن لا ندري من يرث من ومن يموت قبل من. عملية في علم الغيب طبعا. لكن على كل حال، على كل حال، ولا يجوز توزيع التركة في حياة المورث، لا يجوز توزيع التركة في حياة المورث. لكن احنا على كل حال لو هنفترض، لو هنفترض وربنا يعطي الجميع طول العمر وصالح العمل، هي لها أب وأم وزوج، الزوج هيأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأب والأم هيأخذ فرع الوارث يعني أبناء أولاد، ما لهاش أولاد، يبقى الزوج يأخذ النصف والباقي للأب والأم، ولا شيء الأخ الأب والأخت الأب، لأن الأب حجبهم، الأصول بيمنع الحجب. فهنا الأصول بيحجبوا، بيحجبوا الإخوة والأخوات، الأب يحجب إخواته، إخوات الميت. يعني مات وترك اب واخوه، الاخوه ما لهمش، الاب اللي هياخد، الاب بيحجبهم. فهي عندها اب وام وعندها زوج، فالتركه هتوزع على الثلاثه دول. تمام، ناخد فاصل ومكملين حلقتنا ان شاء الله، ومعانا استاذنا الدكتور سعيد عامر، اتفضل.